هل العم سام شخصية حقيقية؟ ارتبط اسم الولايات المتحدة الأمريكية بلقب العم سام بشكل واسع جداً لسنوات طويلة، ورغم شهرة هذا اللقب إلا أن العديد من الناس لا يعرفون السبب الحقيقي وراء هذا اللقب. ويعود لقب العم سام إلى حرب سنة 1812، حيث كان الجزار الأمريكي صومائيل ويلسون يزود القوات الأمريكية باللحوم. كان ويلسون يختم براميل اللحم التي يرسلها للجنود بحرفي US بالإشارة إلى الولايات المتحدة، لكن الجنود الأمريكيين كان لهم رأي آخر وحولوا هذا الختم إلى أنكل سام، أي العم سام. أما الفنان الشهير جيمس مونتغومري بلاغ فقد استخدم نفسه كنموذج العم سام بملصق أيقوني خلال الحرب العالمية الأولى، وهدف الملصق إلى تشجيع الشباب للانضمام في الجيش. ويرجع إلى فلاغ الفضل في تغيير صورة العم سام الذي كان سابقاً صورة هيئة عجوز. كان هذا الجزار يزود القوات الأمريكية المتواجدة بقاعدة عسكرية بمدينة تروي الواقعة بولاية نيويورك بلحم بقري، وكان يطبع براميل هذا اللحم بحرفي US أي الولايات المتحدة، إشارة إلى أنها ملكة للدولة. فأطلقوا لقب العم سام على التاجر، فحرف يو للرمز إنكل أي العم، وإس إلى سام أي سام. ويلسون توفى بتاريخ 13 من يوليو عام 1854 عن عمر يناهز 88 عاماً، ودفن في مدينة نيويورك. وتعتبر كلمة سام تجسيداً وطنياً مشتركاً للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة أو الدولة بشكل عام، والتي وفقاً للأسطورة دخلت حيز الاستخدام خلال حرب عام 1812، ومن المفترض أنها سميت باسم صومائيل ويلسون.